بالمنطقة الصناعية ذراع الصمار بولاية المدية تتواجد هذه الوحدة المختصة في النجارة الفنية وتصميم الزخرفة العربية الإسلامية على المنتجات الخشبية بكل أنواعها بلمسات فنية تجمع بين الأصالة والمعاصرة. صممت هذه الوحدة العديد من المنتجات الخشبية بين أبواب ونوافذ ومحاريب ومنابر بأشكال عصرية وبلمسة فنية جزائرية تحاكي التاريخ. خدمنا في عدة مقرات ولائية، مثلا مقر ولائي تاع الجزائر تاع المدية هنايا تاع ورقلة. ورقلة خدمنا قاعة شراء قاعة محاضرات، خدمنا قاعة شرفية لمطار هواري بومدين، خدمنا المنبر تاع المسجد الأعظم، خدمنا في عدة مساجد هنا في القطر الجزائري، ورانا عندنا تجربة تاع تصدير مؤخرا، خدمنا مسجد في مونبيلي. وهذا الصناعة هذه جزائرية بحتة كما نقولوا، ورثناها على آبائنا وعلى جدودنا. راه الأب تاعي راه من 63 وهو راه في الحرفة هذه، وتعلمها على اللي قبله، حرفة تسمى قديمة عندنا في الجزائر عامة وفي ولاية المدية خاصة. نجيبوا المادة الأولية اللي هي الخشب. احنا الصنعة هذه تعتمد بنسبة 80% على الخشب، يتم عملية التفصيل وبعدها نديروا تلميس للخشب، بعدها يجي مرحلة الماشيناج أو القولابة. الماشيناج يتم عن طريق الآلات، وكاين ذلك مرحلة الزخارف اللي ثاني يتم عن طريق الآلات، وكاين ثاني يدوي. بعدها يتم مرحلة التركيب، نركبوا هذا كما نقولوا الباب ولا اي حاجة اللي رانا خدمناها نركبوها. بعدها تروح لمرحلة الورنيش وهي اخر مرحلة في التصنيع. هنا الكل منهمك في العمل، كل حسب اختصاصه. أما أسامة فيختار بين أحسن الأشكال والتصاميم لوضعها على المنتج المناسب، مستعينا في ذلك بكتب قديمة للزخرفة وبحاسوبه المحدث بآخر الأشكال والرسومات التي توفرها التكنولوجيا الحديثة. تخرجت من معهد التكوين المهني بالمدية، تعلمت الخبرة تاعي تعلمتها في الشركة هذه. هنا نخدموا المخططات ثنائية الأبعاد وثلاثية الأبعاد. نبدأ بمخطط الوضعية الحالية، ومن بعد نديروا اقتراحات للكليون الزبون، نديروا له اقتراحات ثلاثية الأبعاد يشوفها، إذا عجبته نخدموا لو بلون، مخطط ثنائي الابعاد. بعد هذاك البلون يروح للتصنيع. هذاك المخطط يسهل على الخدامين، يسهل عليهم التفصيل وحتى الديسا الهندسه، فيها تقنيات نستعملوها باه يخرج الرسم تاعنا دقيق. الكتب احسن، خاطر الكتب فيها المبدئيات، مبادئ الرسم. إذا كنت تجيب من الانترنت فيه عيوب، الرسم فيه عيوب، بصح كي تاخذه من كتاب فيه مبادئ التصميم. احنا نخدمه على المبادئ، إذا كان غلط ما تقدرش تخدم على حاجة غلطة.
هي دوك مرحله التكنولوجيا كما راك تقول، دوك راه كاين الات رقميه، وكاين بكري كانوا الالات وقلال كانوا بيديهم، وكانت الخدمه فيها مشقه كما يقولوا. بصح كي جات التكنولوجيا دوك راهي سهلت علينا امور بزاف. الحاجه اللي كما نقولوا كانوا يخدموها بكري في شهر، راهي دوك تخدم في يومين ولا ثلاث ايام ولا تما نقصت مده العمل. اليوم تسعى هذه الشركة إلى توسعة مشروعها وإنجاز أشكال لبصمة جزائرية لتصديرها خارج الوطن، خاصة بعدما وجد مسؤولو الشركة المرافقة والدعم اللازمين لاستمرارية المشروع. بالنسبة لسياسة الجودة، رانا إن شاء الله رانا في درنا فورماسيون، ان شاء الله نجيبوا سيرتيفيكا تاع ايزو هذه ان شاء الله لسهل ربي. وهذا السيرتيفيكا معروفه عالميا لجوده المنتوج وجوده الشركه بحد ذاتها. ان شاء الله احنا ماذا بينا ثاني تصدير ثاني، راهي كاينه تسهيلات ان شاء الله نزيدوا نتاملوا ان شاء الله بنصدروا، ولما لا صدروا المنتوج تاعنا هذا، نوريو ثقافتنا ونوريو منتوجنا للاجانب، وحنا نبداو برواحنا ونوريو ان شاء الله الخدمه تاعنا تخرج خارج الوطن ان شاء الله. الى شعبه الصناعات الكهربائيه، حيث ينشط هذا المصنع المختص في إنتاج المصابيح والأضواء الكاشفة بأياد جزائرية وبجودة عالية. المصنع تاعنا متخصص في تصنيع المصابيح، ويعني حتى البروجيكتور ولا كما نقول لهم الأضواء الكاشفة الكبيرة يعني، ويتم لها هنا في المصنع عملية تصنيع وعملية تركيب بالخصوص. يوظف هذا المصنع الواقع بمنطقة مجبر بلمدية أزيد من 40 عامل، لكن الملاحظ أن أغلبية العمال من النساء لخصوصية العمل خاصة، وأن تركيب هذا النوع من المصابيح يحتاج صبرا ودقة كبيرة لتطوير منتجات بتقنيات حديثة. تبدأ عملية التصنيع هنا ابتداء من كارت ليد، ثم درايفر يوضعان في قالب المصباح ويركب لهما يعني بطاقة اسمها كينو، يوضعان في الطابي هنا يعني باش يكون تيست باش نشوفوا نوعية المنتج يعني والصلاحيات تاعو، يعني اسكو الكارطة ستار تاع الدرايفر يخسر ما يخسرش يعني. هنايا تعقب في التيست مدة حوالي نصف ساعة إلى ساعة، من بعد هنايا في التيست تمر إلى مرحلة لتركيب الزجاج ليكون هناك مصباح نهائي، ثم يروح لمرحلة التعليب والتغليف ثم التسويق. الطاقة الإنتاجية حوالي 3500 مصباح في اليوم، أما بالنسبة لي للبروجيكتور حوالي 150 حتى 200. تتطلب هذه المصابيح طاقة أقل بكثير مقارنة بأساليب الإنارة القديمة، ما يجعلها اقتصادية بامتياز ناهيك عن مزاياها البيئية. يعني احنا ماذا بينا الطموح تاعنا ان شاء الله نكون نزيدوا نكبروا يعني في المصنع، ويكون طاقة انتاجية اكبر ان شاء الله. وان شاء الله يعني نسوقوا يعني كما نقولوا نغطوا كاع السوق ان شاء الله. سوق طموحكم تصدير اعتقد ان شاء الله، واحنا رانا ديجا نصدروا لدوله تونس، نصدروا لها يعني بعض المنتجات تاعنا. طموحنا ان شاء الله يعني نزيدوا ان شاء الله نكبروا في الشركه، وان شاء الله يكونوا عدد العمال يعني بنسبه اكبر. يعني احنا الحمد لله لهنا ببلديه مجبر يعني
يعني منقصين نسبة البطالة الحمد لله، والتوفيق إن شاء الله من الله عز وجل. تطوير شعبة الصناعة الكهربائية في الجزائر أصبح ضرورة ملحة من أجل ولوج مختلف الأسواق، خاصة وأن المعدات الكهربائية مطلوبة بكثرة في الأسواق الناشئة والبنى التحتية للشبكات في جميع بلدان العالم.